لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق نهضة بركان مستضيفه النادي المصري البورسعيدي، وذلك في الدور الربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية الكاف. ويبحث فريق نهضة بركان عن العودة بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي المصري البورسعيدي في مقابلة الذهب. ويطمح فريق نهضة بركان لحسمه التأهل إلى الدور النصف النهائي في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكاف ضد نادي المصري البورسعيدي في الدور الربع النهائي. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم الأحد 17 أبريل انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي والساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك في مقابلة الذهاب بالدور الربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكاف. للإشارة، المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الرابعة بالإضافة لقناة الرياضية المغربية على البث الأرضي.